أول حاجة أنا سميتي سيف بازيان، طالب فلسطيني هنا كاتخيام أني في لون سي جي كازابلانكا. وبالنسبة للسؤال، شنو هو الرأي ديالك في الاقتصاد ديال المغرب بارابور لي زوطخ بيي؟ المغرب كنلقى انه الكلاسمون ديالو مزيان بالنسبه لي زوطخ بيي ابار دول الخليج، طبعا حيت دول الخليج عندها اقتصاد البترول معول على البترول، مي كنلقى باللي المغرب نوعا ما من ناحيه لانفراستركتور وداك الشيء اقتصادها غادي مزيان. ومن هنايا 2020 كنتوقع انها تولي من الدول العربيه اللي بارمي لي ميور الدول العربيه ان شاء الله تكون. وصافي، شكرا. كواحد من الخبراء الاقتصاديين الشباب، شنو هي المميزات ديال الاقتصاد المغربي بالضبط مقارنه باقتصادات بلدان مجاوره؟ بالنسبة للاقتصاد المغرب، كما قال لكم الحسن الثاني، بدأوا في مشاريع ديال الزراعة، حيت عندكم انتوما التربة صالحة للزراعة إضافة للفوسفات، وهذا الشيء كي خلينا نقول كي يفضل، مش يفضل، شنو كنقولوا، كيميز اكزاكتومون كيميز المغرب على الدول العربية الأخرى. وكان الحسن الثاني عنده الحق من لما قال لكم بالزراعه. انتم كما كتشوفوا في الاول كان بنادم كاملين الدول العربيه كانت تتجه نحو الصناعه، مثل سوريا مثل العراق كانت عندهم لي ماشين هما اللي كيصنعوها. سوريا وصلت لواحد المرحله باغا تصنع الطوموبيلات، بينما المغرب قال لهم الحسن الثاني بداو في الزراعه، وبالفعل دابا لقاو هذا المشروع مزيان للمستقبل، وهما تحسن الاقتصاد ديالهم مقارنه في التاريخ القديم ديال المغرب. لا جينا نقارن الدول العربيه التاريخ ديالهم من ناحيه الاقتصاد مع المغرب، كنلقى انه الزراعه هي الافضل كمشروع باش تبدا فيها.